إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من النار. اللهم يا ربنا إنا نسألك أنت السميع العليم أن ترحمنا وأن ترحم موتانا وأن تهدينا وتهدي شبابنا وأولادنا. اللهم احفظهم دائما على صراطك المستقيم وانفعهم وانفع بهم يا رب العالمين، إنك أنت السميع العليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة، الأزمة الأساسية التي نواجهها في هذا الزمان وفي هذا العصر هي أزمة التربية، والأسرة أيها الأحبة هي الدرع الأساسي لأبنائنا، خاصة نعيش في زمان صارت المدارس والجامعات منطلقاً لهدم القيم والأخلاق باسم الحرية، فشرعوا الشذوذ الجنسي وقننوه وقضوا على الرضيع على الفضيلة وحاربوها. ولذلك تربية مهمة تربية الأبناء في هذا المجتمع صارت مهمة عظيمة، يجب على الآباء أن يعدوا لها العدة وأن يأخذوا بكل الأسباب التي سهلها الله سبحانه وتعالى لهم حتى يحافظوا على دين وهوية أبنائهم. So my dear brothers and sisters, the main crisis we are facing nowadays is education of our children. And family is the main shield to protect our children. Especially nowadays, we know schools, universities became places where the value, the morals of our children are being destroyed. On the name of freedom and moving forward in the future of this society. So educating our children is a huge responsibility on our shoulder for every parent, for every father and mother. So we have to take it seriously, and we have to take every means that Allah subhanahu wa ta'ala gave us in our ability to make sure and prevent our children from losing them, losing their faith, their belief, their religion, and becoming other people. الولد الصالح، ولما نقول الولد الصالح لا يعني هذا فقط بالنسبة للأولاد، وإنما كذلك البنات، فالبنت الولد والبنت الصالحة زينة في هذه الحياة الدنيا وبهجتها وفرحتها، ونحبهم ويحبوننا ونأنس بهم ويأنسون بنا، الآباء يأمرونهم فيبرونهم، وإذا كبر الآباء كانوا من الذين يعطفون عليهم ويقومون بهم ويحترمونهم. ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة، درجة العبد الصالح في الجنة، فيقول هذا العبد: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول سبحانه وتعالى: باستغفار ولدك لك. يعني الأجر يتابع هؤلاء الآباء حتى بعد الموت باستغفار هؤلاء الأولاد لهم بعد موتهم، ويا له من فضل عظيم لهؤلاء الآباء. ولذلك سعادة الوالدين في رؤية أبنائهم من الذين يحفظون هذا الدين ويتبعون ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ربنا اجعل أولادنا منهم يا رب العالمين.
A righteous child, my dear brothers and sisters, is the beauty, the joy, and the happiness of this worldly life. You love them, they love you. You are kind with them, they are kind to you. You give them company and they give you company. You ask them, they listen. When you get old, they show you kindness and they help you in all the matters that concern you. It is in Musnad al-Imam Ahmad Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, Allah who is great and glorious will raise a righteous servant's degree in Jannah. And when he asked his Lord, how this happened or granted to me? And Allah subhanahu wa ta'ala will reply, that is because your son has asked pardon and seek my forgiveness on you. So Allah subhanahu wa ta'ala will raise the rank of those parents because a righteous son, a righteous daughter, make dua for their parents after passing. How great and how happy are those parents. Even after they die, they have a righteous son, a righteous daughter, making dua for them. Do anything that will please them. Do anything that will raise their rank in Jannah. We ask and pray Allah subhanahu wa ta'ala to make all our children among those who are going to be righteous even when we live this worldly life. كذلك بعد الممات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Even the Prophet صلى الله عليه وسلم in another hadith he mentioned, and this hadith is in Sahih Muslim, that the son of Adam when he dies or she dies, all their deeds are going to be stopped except from three actions. Number one, a continuous charity, sadaqa jariya, or a knowledge that people are going to benefit, and a righteous son or a righteous daughter that will keep calling upon Allah subhanahu wa ta'ala for the mercy and the forgiveness of their parents. ما أجمل أن نربي أبناءنا على التقوى وأن نربي أبناءنا على الصلاح وأن نسير معهم على طريق الفلاح وأن نصحح أخطاءهم بالتي هي أحسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. How beautiful it is to go on the same path with our children, the path of success, the path that will lead us to Jannah. How beautiful it is that we see when we correct our children, because they are going to commit some sins and some shortcomings. But the way we correct them, how nice it is when we follow the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في يعني في الطبق الذي كانوا يأكلون فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك ومما يليك قال فما زالت تلك طعمتي بعد. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الآداب آداب الطعام أن تسمي الله وأن تأكل بيمينك وأن تأكل مما يليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الذين يوبخ أو يشتم أو ينزل من منزلة الصغير صلى الله عليه وسلم وإنما كان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة صلى الله عليه وسلم. And here is the example of our beloved Prophet صلى الله عليه وسلم, how he used to teach children even at young age. When he sees them making a mistake, he correct them صلى الله عليه وسلم with a beautiful way, with wisdom صلى الله عليه وسلم. It is narrated in Sahih al-Bukhari that Amr
Ibn Salama radiallahu ta'ala anhu at a young age, he said that I used to eat with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and my hands go everywhere on the plates. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him, young boy, say Bismillah and eat with your right hand and eat from where you are close to your plates. Don't eat everywhere. So this is a teaching of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Amr, he said, I remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam telling me this, and every time I eat, I remember what the Prophet sallallahu alaihi wasallam told me. So this is how beautiful a message can be conveyed to our children. And this is every parent should do whenever they see a mistake committed by their children, is to address them with wisdom, with tranquility, with peace, for them to accept the message that you are going to say it. الكلام يطول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أردت في هذه الخطبة أن أنصح نفسي وأحبتي في جنب الله سبحانه وتعالى ببعض الأخطاء التي نقوم بها كآباء وكأمهات في بيوتنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح حال أبنائنا وبناتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. The purpose of this khutbah is to remind myself and my dear brothers and sisters of some of the qualities that we as parents we should have in our houses in order to protect our children, to make sure that they are going to be raised up in a safe environment. And that safe environment is only our houses nowadays. They spend most of the time in the school, outside. How many times they come to the masjid? How many hours they spend at home? Most of the time eating homework and sleeping. So we have to make sure that the environment we are providing them at our house is an environment of peace, mercy, love, and compassion. النصيحة الأولى علينا أن نحرص كآباء وأمهات أن تكون الأسرة منسجمة. ما معنى المنسجمة؟ هي تلك الأسرة التي لا يتشاجر فيها الوالدان أمام الأولاد ولا يسيء فيهما أو أحدهما للآخر أمام الأبناء. وكم منا من يفعل ذلك؟ أليس الكثير منا يعني الأطفال يرون بأم أعينهم أمهم وأبيهم يتشاجران في البيت، وهذا يرفع صوته وتلك ترفع صوتها، وهذا يشتم وهي تشتم، وهي تقول وهو يقول. أتظنون أن هؤلاء سيكبرون في بيئة سليمة؟ الكثير من هؤلاء الأطفال يكبرون بعقد نفسية، وهذا الذي نشاهده الآن. لذلك إذا كان خلاف فلا يكون الشجار بين أعين الأولاد، وإنما يفعلوه في الغرفة أو خارج البيت أو في الوقت الذي لا يكون هؤلاء الأطفال في البيت، حتى لا يرى هؤلاء الأطفال إلا الخير ولا يسمعون إلا الخير. The first advice that I have for myself and my dear brothers and sisters, especially those who are parents, is to make sure that you have a family based on of harmony, which means the parents are not going to fight under the eyes of their children or in front of their children. They're not going to argue in front of their children. They're not going to curse one another or insult one another in the front of their kids. This is destroying. And I can tell you, most of our children, when they grew up with different complexity in their life, in their social life. Whether they're gonna hate getting married or hate to get involved with their parents because they saw only bad things when they were young. So be careful. You wanna argue, you wanna fight, fight where your kids are not there. Inside your room, you go outside, your kids are at the school, and you go somewhere and you speak and you try to solve the problems that you have. This is the best way to make sure that those children are going to be raised in a peaceful home.
ثانيا وجود القدوة، أحد الآباء عليه أن يكون قدوة حسنة، لأن هؤلاء الأطفال يرون الأب أو الأم هي القدوة الحسنة التي يقتدون بها ويتبعونها، وعلى هؤلاء الآباء والأمهات أن يتخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى هؤلاء الآباء والأمهات أن يقتدوا قد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتهم مع هؤلاء الأطفال، الكلام بالحسنى، باللين، الرفق، الملاعبة، الكلام الحسن، عدم الشتم، عدم إنزال من شخصية هؤلاء الأطفال. فبهذه الطريقة ينشأ هؤلاء الأطفال بشخصية قوية، بأخلاق حسنة، لأنهم رأوا الخير في الأم وفي الأب. فعلينا أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هؤلاء الأبناء فخورين بأن لهم أب أو أم ممن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدوتنا سيقتدي هؤلاء يحب هؤلاء الأطفال النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا اهتدينا من هديه عليه الصلاة والسلام. Number two, my dear brothers and sisters, is the presence of a role model in the house, whether it's the father or the mother. They have to take the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because our children, they don't have a role model. The parents, they are the first one to be. So make sure that yourself, as a father or as a mother, you are following the Prophet sallallahu alaihi wasallam as your role model. The way Allah subhanahu wa ta'ala commands us in the Quran, take the Prophet sallallahu alaihi wasallam as your role model, as your example. Our example is not a hero or a superhero or any actors or a singer. No, it is our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So make sure when you talk to them, you talk to them nicely and you tell them this is the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When you treat them with kindness, you tell them this is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so on and so forth. And that's how they are themselves, they will love the Prophet ﷺ. And they will love and they will be proud of having parents who are taking the example of the Prophet ﷺ. سائلا المولى عز وجل أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وأن يحفظهم من كل سوء ومن كل فتنة ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثالثا البيئة الصالحة. أحيانا قد لا يكفي للوالدين أن يكون قدوة لهؤلاء الأطفال، فلذلك يجب على الآباء والأمهات اختيار الرفقاء ذوي الأخلاق الحسنة، الصحبة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالرفقة الصالحة والصاحب الصالح ممن يساعد على تربية هؤلاء الأطفال تربية صالحة نقية طاهرة. فاختاروا لأولادكم صحبة صالحة تؤنسهم، ولا تختاروا لهم رفقاء السوء الذين يأخذون بهم إلى طريق الهلاك والعياذ بالله. Number three, my dear brothers and sisters, is to make sure that you are going to find good company for your children. Sometimes parents are not enough to be a role model for their children. So that's why they need help from a good environment, a good company.
A company that will remind them of Allah subhanahu wa ta'ala. A company that will bring them close to Allah subhanahu wa ta'ala. Not a company that will destroy their morals or destroy their values. And especially nowadays, what is the company of our children? It is the social media, unfortunately. And do we know which social media are following? Because there is two type. So we have to be careful the people we choose for our children as companion. We have to make sure it's the right one. People who are going to keep them on their faith, on their belief, feel them that they are proud who they are. This is the company that we need to provide and find for our children. أخيراً حتى لا أطيل عليكم هي الكسب الحلال. الكسب الحلال نعمة من الله سبحانه وتعالى ويساعد على نجاح تربية هؤلاء الأولاد. والكسب الحلال بركة في البيت. والكسب الحلال يساعد على نشء هؤلاء الأطفال نشأة طيبة صالحة. ولذلك فلنحذر ولا نكون ممن لا يهتم بمكسبه، سواء كان حلالا وحراما لا يهمه الأمر، الذي يهمه أنه يعيش تحت مأوى ويأكل ويشرب، لا يهمه هل الذي اكتسبه من حلال أو من حرام، لا يهمه الأمر. فالبركة والنشأة الطيبة في الكسب الحلال. وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يطيل سفره ويرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له. The last reminder, my dear brothers and sisters, is a permissible earning. We need to make sure as a parent, whoever is bringing the earning for the house, it is something permissible. We have to make sure, because when it's halal, it's permissible, Allah subhanahu wa ta'ala will put blessing in that house, a lot of goodness in that house, and the children are going to be blessed and raised in a good environment. Why? Because we made sure that our earning is permissible by Allah subhanahu wa ta'ala. We should not be among those who don't care whether it's halal or haram. It doesn't matter. As long as I am living under a shelter, providing food, drinking water, that's the most important. And it doesn't matter where my earning is coming from. And remember the hadith of the Prophet ﷺ, where he said that about the man who makes a long journey by traveling and raise his hand to the sky and call upon Allah subhanahu wa ta'ala, my Lord, my Lord. However, his earning is haram. His clothes are haram. His eating food is haram. And then the Prophet ﷺ said, how can he expect Allah subhanahu wa ta'ala to answer his prayers if all his earning is haram? So we need to make sure that whatever we do, we are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. Our earnings matters. It is not something that we should not care about. We should care for the good and the blessing of our children. سائلا المولى عز وجل أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ أولادنا وشبابنا من الفتن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا احفظهم على صراطك المستقيم، اللهم حبب لهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهتدين لا مضلين ولا ضالين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته،